تعرفي إذا تركتيني؟ موت ما في عيش بلاكي. ما رح أتركك. شو بدك؟ بدي إياك. أنا بحبك. بليز كريم ما بقى تقولها. بلا بدي أقولها. بني إنه اشتقت لجوزي. اشتقت أقعد معك. تقضي معي هون بالشغل؟ أقولك معقول يجبرني أرجع بالقوة؟ هلا ما في حدا يمنعه. إنه ليه بده ياني طلي إذا ما بده يتجوزني؟ معك حق. في شيء؟ مسيو عصام مش بالمكتب. وينه؟ ضهر يتغدى. عبالي من هديك السيجارة بعد كل هالتعب. ايه وانا كمان. فيك تروقي تحكي؟ منك شرشوح مثلك مثلها وقال ما كنت مشيت معه. اللي بيغلط مرة بيغلط التانية والتالتة وبتصير عنده مثل شربة المي. إذا ما قبل وعند مع المحامي بندفع له مصاري لحدود 100,000 بندفع له. شو؟ بدك انا احكي ونرجع نظبط الوضع؟ أنا وفادي خلصنا وصار لازم نطلق. طلقوا؟ لازم تكونوا عم تشتغلوا بدايكم وإجرايكم لحتى تقلعوا بالسوق. لمين بعد بدي أشتغل؟ الشغل اللي بالي مين اللي بعت الصور؟ ولا بعتهم؟ طب بركي جوزها اللي بعت الصور. بس أعرف مين عمل فيي هيك. بدي أقتله. منين بتجيب هالأفكار كلها؟ هيدا منا أفكار عزوز. أنا كنت هون وسمعت كل شيء. شو؟ في وحدة جديدة ما هيك؟ إيه في وحدة جديدة. بس قلت بركي فيي ساعد. إيه فيك ساعد. إنه يلي بتسمعه ما تخبره لحدا. سارة بنتي؟ بنتي؟ إيه؟ إيه بنتك؟ إذا هيدي البنت ما بتهمك انقلها من هون. هاي لمصلحتك ولا مصلحتها؟ أنا أخذت قراري رح طلقه. وأخيراً بحبك ومن مصدق بقى إمتى تتركي فادي وتصيري إلي. بس أنا كنت حابة أقضي معك وقت أكتر. خلص بوعدك حبيبتي رح أتجوز. عن جد رح تتجوز؟ وقريباً قبل ما نتجوز ما بقى حبيبي ما رح يصير شيء. عم فكر نجيبها نصالحها مع بيها. خايفة إيش حطا؟ أنت عادل. بعدين بعد ما تجوزتوا أنت وكريم يعني مش مفروض هلأ تصير هالخبار. بعرف هقته بلش يقتنع بالطلاق. والله هو أكيد رح يصرخ وأكيد يمكن ما يرضى بالهين. بس بالنهاية هيدا بيك بده يرضى. ألو جهاد أنا حاضر للاجتماع إلا خليها تحدد الوقت. شر وكبر إيمانك يا ابني.
من الضوء يا حلو الجو. ليش ده الشرح دايما عم يطلع فينا؟ دخلك يا ربي من هالشر تنجينا. الو اها بهالسرعه؟ انا بعرف انه الارض موقعها كتير حلو ومطل، بس ما كنت بفكر انه راح تروح بهالسرعه. طيب طيب اكيد اكيد بكره من كل بد. اي ساعه؟ الساعه 9 انا بكون عندك. ميرسي كتير، ميرسي كتير، باي باي. سمورة خير؟ شو في؟ مين حبيبي أنا؟ شو في رافي؟ ضهري أنا والشباب مشوا كبيت بيرة. إيه جنط. أكيد. شو أكيد؟ أكيد كان لازم أعرف اللي عم تعيط لسمورة. آه هيك صارت؟ حق علي أنا عم غنجك، ما لازم غنجك. رافي رافي هلا من عقلك زعلت؟ خلص ما تزعل، عم مزح معك. حاعطيك مصاري بس مش كتير. خبيتهم هون عنك معي قدهم. ثانك يو يا احلى سمورة. على فكرة نسيت اقول لك انه انا بكره رح طويل بالشغل. ايه شو يعني؟ يعني اذا عندك ظهره ما تنطرني. طيب يلا باي. باي. بونجور. بونجور. نعم. بعدك هون؟ بعد ما رحت على المدرسة؟ هلا بروح بعد 7:30. اي بيي معك وقت تحنجل قد ما بدك. خلصت بقى كامل، ما كلها 5 دقايق وبيوصل. انت ما تتدخلي،
ما هم طالعين هيك كله من تحت راسي. أنا؟ طالعين هيك؟ لا كيف طالعين؟ ما نكون منزوعين بنظرك مثلا. أنا ما قلت هيك، قلت رح تنزعكم إذا ضلت تدلعكم. صار فيه فل؟ شو بعدك ناطر؟ أنا كمان ماشي. أي ساعة راجع؟ بس خلص برجع. لا في شيء؟ لا هيك بس عم بسأل. لا من أي متى أنت بتسألي؟ رايح على محل اليوم؟ لا ليه؟ لوين بدي روح؟ لا بس عم بسأل. أنا كمان صار لازم أمشي. بس يا قهوة. صحة. يلا بابا. يلا. أنا بتلفن لك على البيت. باي. الله معك. باي ماما. باي حبيبي. امتى رح تحكي مع فادي وسارة؟ بهاليومين، بس لا اعرف فادي شو بده يعمل مع كارول وطمن بالي عليه. ايه ما لازم تتاخري بقى. وهو حكي مع وفاء وولاده؟ ليلى يمكن. عزيزه انا خايفه من ردة فعل وفاء. لا ما تخافي، اخر وحده لازم تخافي منها هي وفاء. بالعكس، وفاء مش رح تقبل اننا نتجوز بالهين. كل هالسنين كانت عم تجرب تلاقي له وحده حتى ينساني. أنا عيش إفته إنه مقهور كتير الزلمة، وإنت ولا على بالي. أنا مقهورة أكتر منه عزيزة، بس ما كنت عارفة شو بدي أعمل. أنا بعرف، بس وفاء لا، لأنه شايفتك كنت مكفية مع جمال، وهي شايفة ابنها مقهور. مش معقول عم يتعذب على الفاضي. يعني حبيبتي شو كنت عملتي لو صارت مع بنتك سارة؟ ما كنت عملتي المستحيل تتنسيها جوزة؟ خبريني قليلي. أو مع فادي أو مع كارول، إذا كانت مجوزة وهو حبة شو بتعملي؟ ما بتعمل مستحيل تتنسيه إياها؟ بلا. لكن ما فيك تلوميها لوفاء. معك حق. بكرة لما بتشوف ابنها مبسوط ومرتاح بتنسى. مزبوط، بس ما بيمنع أني خايفة. هي فترة وبتمرق، ما تخافي، كل شيء له نهاية. على كل حال أنا ما عم قلك إنه هيدي هيني، لا ما عم قلك، بس لما بيتعودوا على الفكرة بيتقبلوها. أنا كان رح يفقع قلبي، أنا كنت مقهورة أكتر منه. Thank you.
هاي كارول كيفي؟ لك لقيت لي كذا مرة بعد الظهر خطي كان مسكر، في شيء؟ آه، رجعت على الشغل؟ خي، برافو. لا لا، بس كنت عم قلت لك إنه فادي حكيته، قلت له بدك تشوفيه، على الوقت بدي. فإمتى بدك بكرة عشية؟ طيب خلص أوكي، بقول له بعد بكرة عشية لكن، أوكي؟ إيه منيح منيح، أنت منيحة ماشي الحال؟ طيب حبيبي، شوفك بكرة لكن، بعد بكرة بعد بكرة. طيب أوكي، يلا باي باي. هاي جهاد. هاي. طب بحكي مع كارول. كارول؟ ايه. بعد بكره رح تقعد تحكي هي وفادي. قال بكره هي ما فيها لان عندها جارد بالليل. طيب بقول له لفادي. بركي هو ما بيقدر. ايه ما رايح لعنده هلا بتجي؟ لا روح انت انا فيت نام. طيب اوكي. يلا بشوفك باي. باي. وي ما بعد بكير على البرامج الحلوة. زين ما في شي مهم. قوموا للنين. من هلأ؟ شو جنيت كامل؟ لا ما جنيت. زين ما في شي مهم. النوم أفضل. انت شو عم تعمل هون؟ ليه ما عم تدرس؟ خلص درس. ما عندك فحوصات؟ لا. هلا هلا. قوم جيب الكتب وراجع من أول السنة لآخرها. هلا بدي أدراجع كل شيء من السنة لهلا. شو ما في رياحة؟ بعدك مفقس من البيضة وعم تجاوب كمان؟ مين جايين هلا؟ أنا بقوم. لا أنا بقوم. هيدا يمكن جهاد. سمر؟ 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 انت؟ فوت اختي فوتي. لو بدها تفوت؟ كامل. شو جاي تعملي هون؟ بابا انا لك عين تدعسي ببيتي؟ ظهري لبرا برا. لا تركيها، عم بقلك تركيها، خليها ترجع من مطرح ما اجت. مالك حق، هيدا بيتي كمان. بابا روق خلينا نحكي. ما بدي احكي مع حدا. هيدا البنت ما بدها تدعس هيدا البيت، ظهري لبرا. بي خليها تفوت. ما بدي اشوفها، ما بدي اسمع عنها شيء. فوتي بوسي ايد بيك. شو بكم مش عم تفهموا؟ قلت لكم ما بدي اشوفها بهالبيت. هيدي بنتك كامل. لا بنتي ولا بعرفها. انا بنتي ماتت من زمان. بابا بليز سامحني. برا. اوعى تفكري مره ثانيه ترجع لهون. مفكرك هالقد قاسي. هيدي اختي ما بقبل عملها بهالطريقة. ما حدا يتدخل، هيدا بيتي انا، واللي مش عايز متفضل يظهر معها. هيدا بيت امي، وهيدا بيتنا كمان. إذا بدك الحق، بس كون أكيد إذا طلعت من هالبيت مالك راجعة. كامل، إذا ظهر رياض ما رح تشوف صورة وجهي بهالبيت. وأنت كمان بلحق فيها إذا بعد بتفتح تمك، فوتوا لجوا. معقولة؟ هالقد نحن الخاص عندك؟ خلص رياض اسكت. لا ما رح اسكت. لا بدي اسكت. لا متى بدنا نضلنا منعوسين وخيفانين؟ نحن كمان لنا كلمه بهالبيت. لا حلو حلو كثير. طول ما انت عايش تحت سقف بيتي وعم تاكل من عرق جبيني بدك تمشي مثل ما انا بدي، والا هيدا البيت فل. ما حدا سالين. ما رح فل. هيدا بيتي كمان مثل ما هو بيت امي واخواتي. واذا انت ما بدك تشوفها لسمر نحن بنستقبلها بس تكون بالشغل. استرجع. وشو بتعمل يعني؟ بتكحتني انا كمان؟ بكحتك انت وامك وخيك، جرب وشوف. بتعملها، مش بعيده عنك. ايه بعملها. من هلا بنبهكن. هيدي البنت مش لازم تفوت على البيت. واذا حدا بيستقبلها الله يساعده.
بس خلينا عارف انه دعست عدبة البيت. الله يسامحك. كنت مفكر انه عنا باي بحبنا، اذا وقعنا بمشكلة دغري بهدينا بيمسكنا بايدنا. هلا مزبوط هو بيفوق وبيصرخ كتير، ممكن تفكر اوقات انه هو حنون، بس طلعت كتير غلطان. هيدا اول مرة بخيب املي هالقد فيك. بعد كلمة وما بعرف شو بصير فيك. الله يرضى عليك امي، مشي معي على الاوضة. تركيه يفضي اللي بقلبه. تفضيت، ما تعتلهم، ما بقى عندي شيء لك. ايه احسن روح من وجهي. تعرف شو، يمكن معك حق، هيدا بيتك انت مش بيتنا. انا من بكره رح روح استاجر بيت، ورح اخذ امي واخواتي معي كمان. حرام اللي عملته. كيسك يا اكرم رجال بالدنيا. اطلب القمر بجيب لك اياه، المهم ما تضلك راضي علي. ما بدي القمر، عندي واحد، بدي شي تاني. شبيك لبيك، اطلبي وتمني. اذا بتنام عندي الليلة بقلك شو بدي. لا الليلة ما فيي، خليها لبكرة. الليلة لازم روح على البيت. هلا بس نخلص بوصلك وبروح. ليه؟ شو عندك؟ ما تقلي انك زهقت منك. ليه انت بينزهق منك؟ شو لكان؟ عندي مشكلة صغيرة لازم حلها. مشكلة خصني فيها شي؟ حدا عم يتضايق انك عم تنام عندي؟ ما حدا إله عندي، بنام مطرح ما بدي. المشكلة مع ابني ومرته وما تعتليهم. ريحتني. طيب ليك، شو رأيك انه تحلى وترجع لعندي؟ يا ريت، يمكن اتأخر. طيب بنترك، ما بدك تعرف شو بدي؟ بعرف منيح شو بدك. انا من بكره رايح نبش عبيد. يقصف عمري انا، يقصف عمري انا، انا اللي سببت لك بهالمشاكل لما قلت لك روح جيب اختك. ماما بليز ما بقى تزيدي على قلبي، انت ما دخلك، انت ما قصيك. اول على اخر كانت رح تجي وكان رح نعمل نفس الشيء. ايه بس لو نطرنا شوي بعد. ماما لو نطرنا سنين كان رح يكحتها. هلا انا قلت لها تضل تجرب. يا بيا ليش صغير؟ قال انه حنون وقلبه طيب كمان. رياض انت كمان تحديته، ما كان لازم تعمل هيك. هيدا بيك وبالقليل تحترمه شوي، يمكن كرمال هيك قامت قيمته. بعدك عم تدافع عنه؟ ما سمعت شو قال لي هيدا بي هيدا؟ رياض ما تحكي هيك عن بيك. شو حكيت؟ انه قاسي وما بحبنا؟ هيدا ماشي قدام اللي حاسس فيه ماما. ولانه بي ما حكيت وما رح احكي. انا دقيقة وحدة مش باقي هون. كان معها حق سمر تترك البيت مع اول واحد حبته. لا امي، ما تغلط وتترك البيت، هيدا بيتك. لا 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 ماما، لا ماما، هيدا مش بيتي، هيدا بيته هو. كان معها حق سمر لما قالت لي انه ما بدها ترجع على البيت، لانه اذا كحتها بتكون قضيت على اخر فرصه لها. يا امي هيدا كله حكي، بكره بيك بيروق وبفكر باللي عمله وبغير فكره. وان شاء الله مفكره اني رح انطره ليروق. لا ماما غلطانه، بعد الحكي اللي سمعني اياه انا ما بقبل اكل لقمه بهالبيت. انا بيقول لي عم باكل من عرق جبينه؟ عم بمنني بالاكلات؟ شو بده فيي يخلفني اذا بده يمنني؟ رياض ما تزيد الطين بله وتزيد المشاكل. بيك عطلع خلقه عمل هيك، ما كان قاصد. قاصد ولا لا، انا دقيقه وحده مش باقي بهالبيت. بتعرفي شو؟ رح فل من هلا. لا امي كبر عقلك، انا شو بدي اعمل بليكن؟ بالاول اختك وهلا انت. بتعرف شو؟ انا السبب، انا السبب. خلص ماما خلص، ما بقى تلومي حالك. لا انت السبب ولا انا، سبب هو عقلاته. أمي سهرانة عند الجيران وأنا مع الشباب.
مشينا؟ أنا مخورة يلا. لابسة شي تحته هيدا؟ ايه أكيد. حلوين؟ جداد هدول؟ لا مش جداد، هدول كانوا عندي بس أنا زي ما لبستهم. شو؟ صراحة ما كتير حبيتهم. ايه ما حدا ما بيشوف إلا ما بيقول لي إنه كتير حلوين، غريب. ما كتير حبيتها، قصير شوي. هيدا قصيرة؟ عندها أقصر. فضلك بالجينز. إلا إنك ما بتحب القصير. إيه لا ما بحب القصير. ما بحب الشباب يتفرجوا لي على صاحبتي. أنتي إلي أنا وبس. يتفرجوا لك؟ شو أنا قطعت التياب ليتفرجوا عليها؟ مش قصدي بس ما بحب تظهري هيك قدام العالم. بلا سألتك، ما تكون غيور مش حلو. ما عم بتسأل، عم بحكي جد. طب تعال نحكي بالمطعم. هيك بدك تروحي على المطعم؟ هشام، عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ أكيد عم بحكي جد. هيك رحتي على الشغل؟ ايه هيك رحت عادي. لا مش عادي. هي لما الوحده محترمه حالها تروح هيك على شغلها، ما انت عم بتقول لكل العالم تعود حشروا فيي. بيك شي انت كيف تحكي معي هيك؟ كيف بدك احكي معك؟ بدي اكذب عليك واقول لك انه ثيابك حلوين ودائما البسي هيك؟ مش شاطره منك تقول لي البسي او ما تلبسي، اصلا انا بعرف شو البس وشو ما البس. هيئتك ما بتعرفي شي بالمره. يا ربي من هالشر تنجينا، بيجي معنا حبيبي.